طيب النهارده الماركه عملت لقاء صحفي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وقالت في عنوان: لاعب رائع في السابق ومعجب بفلورنتينو بيريز. محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي منافس ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الانديه، ولكن ليس ذلك فقط، فهو اسطوره لكره القدم في مصر وافريقيا. الخطيب قاد الاهلي كلاعب لسيطرة مطلقة على المشهدين المحلي والقاري في السبعينيات والثمانينيات. أحرز هدفا في عام 82، قاد الأهلي لتحقيق أول لقب قاري في تاريخهم، وهو يأمل في قيادة النسور الحمراء وهو على مقعد الرئيس إلى أول نهائي لكأس العالم في تاريخهم. الخطيب أول لاعب مصري يفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا عام 83، وهو يجلس على مقعد رئاسة النادي الأهلي منذ عام 2017. خلال تلك الفترة حقق الأهلي لقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، منها بطولة عام 2020 اللي حقق فيها الأهلي الفوز على غريمه الزمالك 2-1 في النهائي. عايز أقول لكم المباراة دي والهدف أفشل لأحرز في هذه المباراة كان حديث كل الأوساط القروية في أسبانيا عندما تحدثوا عن الأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية في الفترات السابقة، وحتى قناة ريال مدريد في تناولها للماتيريالز الخاص بالأهلي بروزت هدف أفشة في نهائي القرن مع الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل الماضية. طيب بالأمس كان في لقاء للماركة مع الكابتن محمود الخطيب في وجود المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، واللي بالتأكيد دكتور سراج من الشخصيات الأهلوية وهو عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، ليه حضور مهم جدا في اسبانيا وحضر مؤتمرات مهمه جدا لليجا الاسبانيه وليه علاقات قويه جدا بعدد من المسؤولين في اسبانيا، فبالتاكيد كانوا حريصين يلتقوا بدكتور سراج وايضا كمان بالكابتن محمود الخطيب. يمكن سالوا الكابتن الخطيب وقالوا سالوه بالنسبه للاهلي مباراه اليوم هي مباراه القرن لماذا؟ الكابتن الخطيب رد وقال: ريال مدريد نادي القرن في اوروبا، اكثر الانديه حصولا على البطولات القاريه في العالم، والاهلي نادي القرن في افريقيا و ثاني الأندية الحصولا على بطولات القارية في العالم، وبالتالي هنا بتأتي أهمية المباراة بين النادي الأول صاحب التتويج الأعلى والنادي الذي يليه في عدد البطولات القارية. كمان شعبية الناديين كبيرة، وبالتأكيد الريال صاحب تاريخ كبير ونحن نعتز كثيرا بهذه العلاقات. طيب